وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة من الانضباط والالتزام. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس السيسي فجر اليوم لمقر الكلية الحربية. رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية. رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة يوم جميل، إن أنا ألتقي بيكم. والحقيقة أنا عرفت إن أنتم خلصتوا تقريباً نص الفترة يعني، وطبعاً الأخبار كلها والتقرير كلها الحقيقة تفرح زي ما بيقولوا يعني، أو مشجعة جداً لغاية دلوقتي. فأنا عارف إن طبعاً كده نهاية نص المدة، وبالتالي هيبقى في تحرك لكليات أخرى يعني. فقلت قبل ما تغادروا أجي أسلم عليكم الأول وهنيكم على دخولكم القوات المسلحة، وأتمنى لكم كل التوفيق. واسمحوا لي أقول لكم إن أنا قدام رجال، مش عايز أقول شباب لأن أنتوا شباب بالفعل، لكن شباب رجال بقيتوا بتتحملوا مسؤولية أكبر، وبقيتوا بتعرفوا أكتر، وحصل تطور حتى لو كان في 7-8 أسابيع أعتقد إن أنتم لمستوه بأنفسكم يعني. فبهنيكم وأتمنى لكم التوفيق. وخليني أقول لكل الطلبة أو لكل الشباب اللي قدامي، أنتوا الأمل وانتوا المستقبل، وانتم اللي هتتحملوا مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية. والحقيقة كل شاب بقى موجود معانا هنا دلوقتي في القوات المسلحة بقى فرقته مصر، ومستعد يقدم لغاية حياته عشان يحافظ عليها. ده حاجة عظيمة جدا ونبيلة جدا. بس اسمحوا لي اقول لكم ان ده بيتطلب مننا كلنا عمل دؤوب جدا وجهد كبير على طول، ما بينتهيش جهد من 5 الصبح ولا من 5:30 لغايه 9-10 بالليل. طب انا بقول كده لان ده حياه مختلفه يمكن عن اللي انتوا عشتوها قبل كده، بس ده الإعداد رجال حقيقيين يتحملوا مسؤولية الحفاظ على أمن مصر واستقرارها. وده أمر بالمناسبة أمر عظيم جدا جدا، وإحنا دايما في كلامنا مع بعضنا
وللناس كلها بنقول الحفاظ على حياة 100 مليون ده قيمة لا بعدها قيمة الحقيقة. فأنا بهنيكم وبتمنى لكم التوفيق، وإذا كنت أوصيكم بشيء يعني أوصيكم على المصابرة والتحمل والإصرار. شوفوا اليوم بيبدأ زي ما بيبدأ عندكم وهينتهي آخر النهار أو بالليل، يعني اوعى اوعى يفوت عليك دقيقة من غير ما تستفيد بيها لجسمك ولعقلك. وخلوا بالكم من نفسكم واحترموا جدا بعضكم البعض، وخلوا قيم القيم النبيلة والشريفة الصدق والإخلاص والأمانة والشرف والالتزام والعمل والعمل المتقن واحترام بعضنا البعض. بالمناسبة عمر ما كانت أبدا العسكرية غير ما كانت احترام من الكبير للصغير أو من الرتبة الأعلى للرتبة الأقل والعكس، مش فقط من الرتبة الأقل للرتبة الأكبر، لا، الاحترام متبادل والالتزام متبادل والخلق الحسن متبادل. فأرجو أن أنتم يعني كمان يعني المعرفة والمعرفة العسكرية، وهنا في الكليات العسكرية بتبقى أول يعني سلمة للمعرفة ديت. أنتوا خدتوا قدر مناسب، لكن بالنسبة للمعرفة اللي المطلوب أن احنا يعني نتحصل عليها، لا، دي خطوة من خطوات كتيرة جدا جدا. أرجو أن يعني أن احنا نبقى حريصين دايما على ده، على أن احنا تزداد معرفنا مش بس العسكرية، معرفنا العسكرية والمدنية وكل المناحي الحياة. اتعلم واقرأ وشوف وفكر وخلي بالك من نفسك ومن مرؤوسيك. بعد كده انت هنا يمكن بتتحمل مسؤولية نفسك فقط، لكن انت في يوم من الايام مش بعيدة قوي هتتحمل مسؤولية تبدأ بعشرات وتنتهي انك انت تتحمل مسؤولية القوات المسلحة بالكامل. فده امر مش بسيط، ده امر كبير قوي وحمل وأمانة عظيمة جدا جدا. فعايز اقول لك واقول لكم خلي بالك من لياقتك البدنية، مش دلوقتي ومش بعد ما تتخرج، لا، طول عمرك انت ومن تتولى مسؤوليته. اوعى وزنك يزيد، اوعى، راقب نفسك وراقب مسؤوليك. ده موضوع مهم جدا جدا، لان ده مش بس حتى للعسكريين بالمناسبه، لا، لكل الناس. وتبقوا حريصين على ده. عايز اطمنكم على مصر، احنا بخير الحمد لله رب العالمين، وربنا تفضل علينا كثيرا جدا في ظل ظروف صعبه مرت على بلدنا خلال السنين اللي فاتت، وكل يوم بنحقق الأفضل. صحيح احنا بنعاني والظروف صعبة، وهو تفتكروا اننا او احنا يعني بعاد عن احوال الناس وعن الصعوبات اللي بتقابلها. انا بتكلم على المواطن العادي والبسيط اللي موجود في الشارع، لا طبعا، بس احنا بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله 100 مليون دلوقتي عشان يبقى كل المطالب بتاعتهم واحتياجاتهم في ظل الظروف اللي بتمر بالعالم. الحقيقة صعبة، لان حصل خلال فترة الكورونا توقف كبير قوي. احنا صحيح في مصر الحمد لله رب العالمين حرصنا على ان احنا نبقى متوازنين ما بين الاجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الناس وعملية التطعيم اللي بنعملها
كل ده كان كويس، لكن احنا ايضا ما لم تتوقف التنمية عندنا، لكن الدنيا كلها ما عملتش كده، الدنيا كلها تقريبا توقفت. ولما توقفت والاحداث التانية طبعا انتم متابعين اكيد اللي بيحصل في الدنيا كلها، ليها تأثير كبير قوي، ليها تأثير كبير على، لان احنا مش في معزل ابدا عما يحدث حولنا. انا مش بتكلم على المنطقة بس، انا بتكلم على المنطقة وعلى العالم. فيمكن تكون في زيادة في تكلفة السلع في العالم كله، وده امر احنا بيبقى ليه تأثير علينا. بنحاول ما امكن ان احنا نقلل او نحافظ على يعني حجم معين من التكلفة، لكن انا مقدر ان هي برضه ما زالت عبء وحمل على الناس، عبء وحمل على الناس. بالمناسبة وانا بقول لكم الكلام ده لان انتم مهم قوي ان انتم تبقوا عارفينه، واكيد الكلام ده كمان هيوصل للناس، احنا ماشيين في برامج زراعية ضخمة جدا، واحنا صدقوني يعني بنبذل جهد كبير قوي، مش انا يعني كلنا جهد كبير قوي ان احنا نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا ما امكن، مش بس زيادة ارض، لا حتى النظم الحديثة في الري، حتى النظم الحديثة في الزراعة. حد يقول لي طب ده كلام يعني هل ليه مردود علينا؟ طبعا ليه مردود علينا، لان احنا لو قدرنا نزود المساحة اللي بنزرعها 1,000,000 فدان بنظم ري حديثة وبنظم زراعة حديثة، ممكن 1,000,000 فدان دول يبقوا بالنسبة للأراضي والوسائل التقليدية الأخرى، 1,000,000 يساوي 1,200,000، 1,500,000، حسب قدرتنا على استيعاب النظم ديت والتكنولوجيا ديت. لكن أنا عايز أقول إن إحنا مش ساكتين في النقطة دي بالذات تحديدا، اللي هو في توفير على الأقل أساسيات الحياة للناس بأسعار مناسبة. البرنامج اللي إحنا شغالين فيه يمكن مش عايز أطول عليكم عشان ما أخدش الطابور، لكن حبيت أطمنكم إن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى خلال سنتين يمكن طبعا يعني السنة دي زودنا عما كنا بنزرعه ما يقرب من 200,000-250,000 فدان، ودول كلهم بيزرعوا قمح دلوقتي، بالإضافة أنا مش بتكلم على الدولة بس كالقطاع اللي هو الزراعي، أنا بتكلم على الإجراءات اللي الدولة عملتها خلال السنة دي. يعني السنة دي زودنا على الأراضي الزراعية ما يقرب 250,000 فدان للقمح. السنة الجاية بفضل الله سبحانه وتعالى الرقم ده يبقى 1,000,000، بفضل الله سبحانه وتعالى السنة اللي بعديها الرقم ده يمكن يوصل 1,500,000 أو 2,000,000. الهدف من ده كله إن احنا نقلل الاعتماد على في السلع الأساسية زي ما بقول على الخارج. لكن عايز أقول لكم إن الدولة بتحاول بقدر الإمكان إنها في ظل المية المتاحة اللي موجودة عندنا، بإن احنا بمعالجتها معالجة متطورة جدا، يعني عشان ما فيش نقطة مية ما تستخدمش في مكانها الصحيح. الخلاصة اللي أنا عايز أقولها لكم، أقول لكم إن احنا يعني عارفين كويس إن الحياة صعبة، بس ده يعني مش بس عشان الانتاج بتاعنا، لكن احنا حريصين على ان ده نحافظ على حد ادنى من التكلفة ما تبقاش كبيرة على الناس. الدولة بتحاول تتدخل في النقطة دي. المهم انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، لكن عايز اقول لكم ان الحمد لله رب العالمين احنا في وضع افضل كتير، وكل يوم بالعمل والجهد والصبر التحمل والأمانة والإخلاص، وقبل ده كله كرم ربنا الكبير علينا. ودايما أقول الكلمة ديت عشان أبقى عارف كويس قوي ونعرف كويس كلنا إن إحنا
في كرم كبير لربنا على مصر وعطاء كبير جدا لينا. والله أنا صادق معك، ربنا سبحانه وتعالى أفاض علينا بخير وستر وسلام وأمان واستقرار، وده من فيض كرمه علينا. وبقول يا رب دايما ما تحرمناش من فضلك، ما تحرمناش من عطائك ومن نصرك ومن سترك ومن رزقك. أنا سعيد إن أنا التقيت بيكم النهاردة، وأتمنى لكم كل توفيق. مرة تانية ألف مبروك على الدفعة اللي موجودة، وألف مبروك إنها أنهت نصف يعني نص المدة، وإن شاء الله تستكملوا بخير وبتوفيق وبسلام أنتم وزمايلكم اللي موجودين في الكلية. شكرا جزيلا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريا وبدنيا. جهاز المشاة المائية يا فندم هو جهاز بيمثل استخدام مقاومة المياه، وهو أحد أساليب العلاج المائي، والعلاج المائي هو طريقة من طرق العلاج الطبيعي والتي تعتمد في الأساس على استخدام المياه كوسيلة لإعادة التأهيل، سواء كان في حمامات السباحة أو الأحواض المائية أو أجهزة المشي والجري تحت مستوى المياه مثل جهاز المشاة المائية. صناعة مصرية كاملة يا فندم، الفرد المصاب يمشي على اللي يفصل بدون ما يحس بأي نوع من أنواع الإجهاد، وده يا فندم بيبقى ليه عامل نفسي كبير جدا، لأن أكبر مشكلة نفسية بتقابل الفرد اللي بيعمل برنامج التأهيل يا فندم هو الألم اللي بيجي في المفاصل، ده بيجعله يتكاسل يا فندم في إن هو يكمل البرنامج التأهيل بتاعه. مشاركا سيادته الطلبة في الأنشطة الصباحية، فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المختلفة. الحمد لله يا فندم. الحمد لله. مش عايز تقول لي حاجة؟ كان هدفي أصلا إن أنا أخش يا فندم، إن أنا مش عاوز أبقى فرد مجرد ان انا اطلع في المجتمع واسافر بره واعمل فلوس وخلاص. نفسي في يوم من الايام يا فندم ابقى اوصل لحاجه اشرف بيها بلدي يا فندم، زي ما حضرتك يعني الحمد لله الحمد يعني رفعت البلد من تحت لفوق. اللي عايز يحقق نتيجه كويسه اوعى تفتكر ان هو هيرتاح. ليه؟ مش هيرتاح. لا مش هيرتاح. طب اذا احنا لو في بلدنا عايزين نغير الواقع بتاعها، مش ممكن يكون اللي هيشتغلوا فيها 2-3% 5% 10%؟ لا، عمرها ما هتتغير. كلنا لو اجتمعنا على قلب رجل واحد من اجلها، اجل بلدنا، احنا مشينا ايه؟ فاضل كام؟ 1000. ربيكم ان شاء الله. ان شاء الله. مش عايزين حاجه؟ شكرا يا فندم. طالب مقاتل احمد محمد محمد عز 117109. بقالك قد ايه في الكليه؟ بقالي يا فندم 34 يوم يا فندم. طيب اساس يعني مش كده؟ طالب مستجد يعني. انت منين؟ طنطا فندم. من طنطا غربيه برضه؟ كويس. اخبار طنطا ايه؟ الحمد لله كويس يا فندم. صحيح؟ كويس يا فندم. طب انت مش عايز تقترح حاجه في الكليه؟ كلها على اكمل وجه والله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بيكوا بالشباب والمستقبل اللي انا بقول كده على كتافكم وفي رقبتكم. طبعا. البلد دي. حافظوا على بطنكم، حافظوا على جسمكم دلوقتي وايه بعد ما تخرجوا. كم؟ 65 يا فندم. امال ايه؟ كم عدى؟ 65 يا فندم. بس كان لابد ده برنامج رياضي كامل. كان عشان اعمل ده استاذنت من رقيب اول السريه، قلت له يا فندم من فضلك اديني تصديق ان انا اقوم ساعه بدري. اقوم ايه؟ ساعه بدري. كم؟ ساعه بدري. كنت اجي الساعه البدري دي على الميدان بتاعت كان ساعه الميدان ده جنب حمام السباحه، كل يوم قبل طابور اللياقه اعمل البرنامج ده ليا شخصي. جت في بطوله الكليه بعد 6 شهور،
بطولة الكلية بعد ايه؟ ست شهور بقيت بطل الكلية. أنا بقول لكم كده مش عشان بس إن أنت تبقى بطل الكلية ولا لا، عشان أنت كمان تحط ده اللي رقيب أول سرية يحط ده في سريته، ولما يلاقي طالب كويس يشجعه يقول له كويس وتعالى. فاهمين؟ خدوا بإيد بعضكم واحترموا بعض وحبوا بعض. وإيه؟ حبوا بعض. حبوا بعض وخليك كبير. خليك إيه؟ كبير هنا مش سن يعني. كبير هنا سلوك. كبير إيه؟ سلوك. ما تغلطش ابدا، انتبه انك انت تحترم زميلك. زميلك ده على كل المستويات، مش كبير. كبير انت طبعا اتعلمنا ان احنا نحترم الكبير، لكن الصغير اللي اقل مني اللي انا مسؤول عنه هعمل معاه ايه؟ هتكلم معاه ازاي؟ هخلي بالي منه ازاي؟ العسكريه في ناس كتير فاهمها ان عمليه ايه؟ يعني خشونه. لا، العسكرية رجولة. العسكرية ايه؟ رجولة. رجولة في السلوك وكده. يعني عايز النوت يعني ولا ايه؟ خلاص الدول للده والده بقى. حاضر. عشان الصعيد. انا بحب الصعيد جدا. لا صعيد. انا اصلي يا ابني احنا في الجيش شفنا كل الناس. كل الناس في مصر يعني. شفنا ده من ده ومن ده. فكان دايما النسبة الغالبة من الرجولة أصالة وجدعانة وبرضو العزة كانوا الصعيد. الناس بتوع حصان والأقصر ناس طيبين أوي. فضلا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري، موضحا سيادته مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن. طب الحياة صعبة بره إبراهيم ولا؟ بصراحة. اتكلم بصراحة. في ناس مستوى كويس وفي ناس مستوى أقل، بس بعد اللي سيادتك عملته في حياة كريمة ناس مستوى اتقدم فيها وصرفت لهم معاش. في ناس عندنا كده اتصرف لها معاش حلو والناس بقت احسن. انت من الريف؟ منين؟ من الغربية. سيادة من الغربية. طب انت في يعني في 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 المركز عندكم في قرية من القرى بيترفع بيتعمل لها الموضوع حياة كريمة ولا لا؟ كام سنة؟ شفت اللي بيتعمل؟ شفت سنة. رأيك ايه؟ بعد ما آخر أجازة نزلتها لقيت الموضوع اتغير تماما. الناس دي كده عايشة في مستوى تاني، بقت في مستوى تاني. فعلا؟ فعلا صدق. طب ايه اللي ممكن ما نكونش خدنا بالنا منه وانت بتقترح ان احنا نعمله؟ سيادتك من معظم الكرة في كرة كتير اتعملت بس لسه في بعض الكرة. لا بص، البرنامج ابراهيم ثلاث مراحل، يعني احنا بنتمنى ان المرحله تاخد سنه تخلص ستة ان شاء الله السنه دي ان شاء الله. المرحله اللي بعدها الستة اللي بعد السنه الجايه يعني، ثم المرحله الاخيره ان شاء الله تخلص 6/24 كده 3 سنين. لو وفقنا ربنا سبحانه وتعالى وخلصنا ده يبقى كل بيت فيه صرف صحي، كل بيت فيه ميه، كل بيت فيه كهرباء. ثم طبعا موضوع تبطين الترع، رايك فيه ايه؟ ممكن عندنا الترع كلها بطنت عشان استهلاك المياه اللي بيتسرب من الارض، ودلوقتي نسبه المياه بتوفر كتير في الارض عندنا كويس. يعني عايز تقول لي ابراهيم ان اخر زمام الترع على الوضع ده اتحسن كتير عن الاول، مش كده؟ والطرق اللي هتتعمل والتليفونات وشبكه الاتصالات والمدارس والمستشفيات، فاحنا يعني عينينا على الناس. انما يبقى ان هتبقى عندنا مشكله، وانا بقولها لك يا ابراهيم وبقولها ومن خلال الكلام معاك الناس، ان احنا محتاجين نخلي بالنا من شويه الارض اللي موجودين معانا. لسه كنت بتكلم على موضوع الارض الزراعيه، احنا حريصين على ان احنا فعلا خلال سنتين فعلا هنكون عملنا نقله كبيره في النقطه دي، يعني نقل حجم الاستيراد يعني. حاجه تاني؟ شكري. يعني بالنيابه عني وعند سعاده فن دفعه 21 نشكر سيادتك يا فندم.
على نسيتك سمحت لنا بالانضمام يا فندم للكليه الحربيه مصنع الرجال وعريض الابطال يا فندم. طب انت بتلعب رياضه بره ايه؟ بطل جمهوريه كونغ فو كيك بوكس يا فندم. الفكره شايف انها اضافت لي طبعا يا فندم. نمت عندنا يا فندم بعض القدرات والمهارات ومنها ما يا فندم القدره على القياده وقدره على العمل الجماعي والانضباط وضبط النفس يا فندم. هل التاهيل العلمي كويس؟ ربنا كتير يا فندم. جزء كبير من الحوكمه، جزء كبير من حرب الفساد ومن قواعد البيانات. وحوكمه الاجراءات الذكاء الاصطناعي ممكن يساهم كتير في حرب الفساد. طبعا سيادة الفندم، ليه؟ اتمنى من حرب الفساد يا فندم كل حاجه هتبقى ديجيتاليزيشن. هتبقى كل حاجه يا فندم كمبيوترايزد، بالتالي مش هيبقى فيه اي حاجه ورقيه، فبالتالي يا فندم مفيش اي موظف هيتم التعامل ما بينه وما بين العميل عن طريق اي حاجه ورقيه او عن طريق اي يعني معاملات ماليه. عايز تقول لي ان تحميد العامل البشري مناسب. تمام سيادتك مش كده برضه؟ تمام سيادتك يا فندم. كعنوان يعني. تمام يا فندم. ده صحيح. ده صحيح. ولو انتوا تشوفوا الاجراءات اللي بتتعمل دلوقتي استخدام كتير من الاوراق يعني المستندات. احنا ماشيين في التدليس ما خلصناش كل حاجه. ده هيقلل كتير من احتكاك الموبايل. وبالتالي خلاص انت بتتعامل مع مكنه. الهدف من كده ايه؟ ان انا برضه اقلل تاني العامل البشري واقلل اختراع. ان شاء الله باذن الله هنحط ظل سيادتك فن وهنحط ظل مصر ان شاء الله باذن الله. وقد وجه السيد الرئيس طلبه الكليه الحربيه بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجاً وقدوة لغيرهم من الشباب. أنا لا أبداً. خدي نفسك طيب، خدي نفسك. يلا بسم الله. رقم 16 تمام يا فندم. يعني هي كانت تجربة جديدة، كانت ممكن تكون الواحد خايف منها شوية في الأول، بس إحنا لما شفنا زمايلنا الصراحة تشجعنا جدا وخلانا نخوض التجربة زي دي، كانت تجربة مشرفة الصراحة. إيه كمان؟ اتفضلي. أنا من بيت مصري بسيط جدا. إني أكون هنا ده كان خيال. فإني موجودة هنا يا فندم ده حلم او حاجات كان كله بيقول انها خرافه وحصل ان حد بسيط يدخل ويبقى ضابط في القوات المسلحه ده شكرا شكرا ان حضرتك اديتنا الفرصه وبقى الفرص متاحه للجميع شكرا. انا اللي بشكركم ان انتم تقدمتوا واجتزتم الاختبارات كلها وربنا وفقكم وبقيتوا موجودين هنا ودي حاجه تشرفنا وتشرف كل الشعب المصري وكل ست وكل بنت. وقد وجه السيد الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.